زي دكتور صديق عبد السلام أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. هو ما كانش ضيفي، هو كان في ضيافة أعتقد هاتفية مع الزميل المحترم دكتور سيد علي، علق على طلبات بتاعت عدد كبير من طلاب الثانوية العامة اللي عايزين ياخدوا منح مجانية في الجامعات الخاصة، وقال إن هو بيتعرض لضغوط كتير وبيطلب منه عدد كبير من المنح ظنا إن عنده صندوق منح خاصة. الحقيقة أنا كنت واحد من الناس بناء على طلبات من مواطنين عملت مناشدة مرتين في حلقة واحدة لطالب وطالبة ظروفهم المادية صعبة وجايبين 98% ونفسهم يدخلوا طب. أولياء أمورهم كلموني وبعتولي وقالوا لي الجامعات بتستجيب للإعلام، فقلت تمام عملت، لكن محدش عبرني خالص، ولا جامعة خاصة عبرتني ولا الدكتور صديق عبرني ولا طلع لي من صندوق المنح اللي عنده اللي هو شايله مش عارف بيعمل بيه. الحمد لله طبعا اني ما حاولتش اتواصل مع حد زي الدكتور صديق امين عام المجلس الاعلى للجامعات الخاصة، اللي كان ممكن بقى ساعتها يسمعني كلمتين زي اللي سمعهم للدكتور سيد علي، وفي الحالة دي ما كانوش هيعدوا. كنت اقعد اقول له امال فين دوركم المجتمعي؟ أما اللي عمالين تسمعونا بقى إشي أمريكا أو مش أمريكا، ما تعملوا زي ما الأمريكان بيعملوا وبيدوا الولاد المتفوقين دولت منح يعني حبا وكرامة وكل جامعة بتفتخر بده. كنت هقول له يعني أراك تنفق من مال معرفش مين. فالحمد لله إن مش أنا اللي اتصلت بيه وإن سيد هو اللي كلمه، وسيد علي رجل حليم في ردوده أكتر مني بكتير. دكتور صديق عبد السلام أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أكد لسيد علي عدم اعتماد القواعد الخاصة بالمنح حتى الآن في الجامعات الخاصة والأهلية، مع أن احنا خلاص يعني الدنيا على الأبواب، وقال أن الأساس في المنح أن الطالب يكون متفوق، وبعض الجامعات الخاصة سنت سنة بألا تعطي منحة لطالب مجموعه أقل من مجموع طالب آخر دفع مصاريف الكلية. والله يا دكتور من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ومن بعده، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. بما أننا طبعا بنتكلم دلوقتي عن السنن، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك ولأصحاب الجامعات الخاصة والأهلية وكل أصحاب السنن في التعليم العالي.